بين ركام هذا البيت السكني الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية وسط مدينة غزة، يبحث خليل عياد عن بقايا أشياء وممتلكات من محله التجاري المدمر. خليل برفقة أسرته عاش أجواء خوف ورعب، روى تفاصيلها لروداو. بعد ما تم استهداف البرج بأربع صواريخ حربية بدون اتصال وبدون سابق انذار، للأمانة كان المشهد مروع جدا جدا جدا. كانت يعني أنا واحد عندي أربع أطفال، كانوا أطفالي بعرفش وين، في حدا بشد برجلي، بابا 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 بشد برجلي، مرتي زوجتي بتشد فيها، النسوان جيراننا بتصرخ، في نفس البيت كلياتنا النسوان بتصرخ. كنا بنمشي، طبعا كانت الدخنة والغبار وأتربة القصف كلها كانت موجودة عندنا في البيت، وكنا الأغلب كان متصور عند الشباب متصوبين، كانت اللي متصوب بقزاز واللي متصوب حديد. أكثر من 300 فلسطيني بينهم أكثر من 20 طفلا ارتقوا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية التي طالبت بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية للمصابين والجرحى من استمرار عمليات القصف والاستهدافات الإسرائيلية. نحن نطالب المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة لمستشفيات قطاع غزة، كما ندعو المؤسسات الدولية المطلعة على الشأن الصحي بتوفير الحماية الكاملة للمنظومة الصحية من المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، من خاصة وأنها تستهدف على مدار الساعة. تم استشهاد 3 عاملين في الكادر الصحي وكذلك إصابة 3 آخرين وتدمير 5 سيارات إسعاف حتى هذه اللحظة. إسرائيل أعلنت أن طائراتها الحربية غارت ولا زالت تغير على عشرات المناطق داخل قطاع غزة، والتي تسببت في نزوح أكثر من 20,000 فلسطيني بينهم آلاف الأطفال والنساء. حالة التصعيد والتوتر هي السائدة هنا في الأراضي الفلسطينية في ظل غياب جهود تهدئة حقيقية إقليمية ودولية من شأنها أن تضع حداً لحالة الحرب الحالية في غزة. محمد سالم، روداو، غزة، فلسطين.